زرع ليها كذا نوع. اولا النوع الاولاني اللي هو ذات الزاويه المنغلقه، والنوع الثاني اللي هو ذات الزاويه المفتوحه، النوع الثالث اللي هو نتيجه حاجه ثانويه للمرض في العين. تمام. تمام. النوع الاولاني اللي هو ذات الزاويه المنغلقه ده عاده في معظم الاشخاص بيبقى اكتر في اللي هم الستات اكتر من الرجاله، بيبقى عاده فوق سن الـ40، بس ممكن تحصل تحت سن الـ40، بس عاده اكتر بتبقى فوق سن الـ40. بيبقى عندهم معظمهم طول نظر، تمام، يعني بيبقوا شايفين البعيد كويس، يمكن القريب يمكن بالنسبه لهم بيبقى فيه صعوبه شويه او حاجه. الحاجه التانية ان هي تبدا تشتكي من صداع بالليل، يعني بالذات لما تخش في اوضه مثلا ضلمه او حاجه زي كده، يبدا ان الحدقه بتاعت العين تبدا توسع توسع، شويه، فلما توسع شويه تسد لنا الزاويه بتاعت العين، فبالتالي ما تصعب تسد الرؤية. لا ما تسد الزاويه بتاعت العين يحصل احتباس في السائل اللي جوه العين. فلما يحصل الاحتباس في السائل جوه العين تبدا الضغط يزيد جوه العين تدريجيا، فلما يبدا يزيد الضغط يبدا تعمل اللي هو الصداع والزغلله بتاعت العين. في ناس حتى من الصداع والزغلله لدرجه ان هم ممكن يروح الاستقبال بتاع البطنه، لان هو بيبقى عنده صداع والم شديد وقيء كمان، ممكن يوصل لهذا الشكل. لما بيوصل لقيء يبقى هو دخل في المرحله الحرجه بتاعت المرض، وده محتاج تدخل فوري ان هو يتعلق له محاليل عشان تنزل ضغط العين، ويتعلق له ويتحط له قطرات معينه عشان تنزل ضغط العين مباشرة، ولازم يخش يعمل عملية عشان الزاوية بتاعت العين نعملها فتحة تصرف منها الضغط. تمام، ده أعراض الشق الزاوية الأول. المنغلقة. تمام، الشق الثاني بقى. الزاوية المنغلقة مهم جدا ان احنا نعرف ان هي يعني ما بتجيش الا معاها الحاجات المصاحبة. زي تمام؟ اللي هو بتاع الصداع والزغللة والألم الشديد. دي الأعراض تمام؟ بتاعتها. دي الأعراض بتاعتها، فدي ما تقلقناش، لان هو المريض ساعتها يروح يتوجه ممكن للاستقبال، او بيروح ممكن يعني من شدة الألم او حاجة زي كده بيروح للدكتور ساعتها يكشف عليه. طيب لو تمام. حابين نعرف بقى اعراض الزاوية المفتوحة. الزاوية المفتوحة اللي هي تعتبر ما فيهاش اعراض. تمام. هو بيحصل ارتفاع في ضغط العين تدريجيا، يبدأ يأثر معانا في العصب البصري وياكل في العصب البصري بالتدريج نتيجة الضغط على العصب البصري، فبالتالي يبدأ يحصل ان المجال بتاعه بتاع الرؤية يقل. يعني ايه المجال بتاعه بتاع الرؤية؟ يعني انا وانا قاعد مثلا باصص قدامي شايف من الناحية دي وشايف من الناحية دي. تمام تمام. لو انا خبيت العين دي المفروض شايف كده وشايف كده، المجال بتاعي بتاع الرؤية يبدأ يقل بالتدريج كده اهو، بس انا شايف قدامي كويس. تمام تمام. في ناس تقول لك ان ده حاجه نتيجه السن، احنا هنفضل طول عمرنا شايفين كويس، احنا يعني كبرنا ما بقيناش زي فعلا. الصغيرين ولا بتاع، فيبدا اوقات ما يحسش بان المجال بتاعه بيقل، اوقات عشان العين دي بتغطي العين التانية، فما يبدا ما يحسش ان المجال بتاعه بيقل، غير ان هو يبقى شايف اللي قدامه بس، ودي تعتبر مرحله متقدمه شويه. تمام. تمام. الشق الثالث بقى الأعراض ضغط بتاعته. العين في هذه الحالات اوقات بيبقى عالي، اوقات بيعمل شويه زغلله او يخلي المريض يحتاج ان هو يبقى يغير النظاره كل حين واخر، بس كلها اعراض، عشان كده احنا بنسميه حرام النظر. انت فاهم؟ تشبيه لشبه النظر. ايوه بالظبط، احنا شبهناه حرام النظر لان هو ما فيش اعراض معينه اقدر ان انا احكم عليها غير في مراحل متقدمه.